إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين معاشر المسلمين والمسلمات إخوة الدين والعقيدة إن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل لهم مواسم تضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها السيئات وتنزل فيها البركات ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم Brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, has given his servants certain blessed season, during which the good or the reward for good deeds is increased, the sins are forgiven, and the blessings are sent down upon them. And among these seasons is the month of Ramadan. Imam Ahmed, may Allah have mercy on him, narrated that Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the Prophet, peace be upon him, said, قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانِ There has come to you the month of Ramadan. شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ A blessed month which Allah enjoined you to fast. تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ During which the gates of paradise are opened. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ And the gates of hellfire are closed. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ And the devils are chained up. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ In it there is a night which is better than 1,000 nights. مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمْ Whoever is deprived of its goodness, then is indeed deprived. شهر رمضان أيها الإخوة موسم للخير وفرصة للتغيير ليصبح المسلم من المتقين الصالحين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه الآية الكريمة ترشد
إلى أن الحكمة التي من أجلها فرض الصيام هي الوصول إلى درجة التقوى، يعني أن يصبح المسلم من المتقين. طيب ما هي التقوى؟ عرفها أهل العلم فقالوا: التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى حاجزاً ووقاية، ولا يكون ذلك إلا بفعل الطاعات وترك المحرمات. Brothers and sisters in Islam, Ramadan is a blessed season, is a good season, and is also an opportunity for change. It is an opportunity for the Muslim to change for better and become muttaqi, become righteous and pious. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O you who believe, fasting was prescribed upon you as it was prescribed upon those who came before you so that you may become righteous or pious. So as it is clear from this verse, we learn that the wisdom for which fasting was prescribed on the believers is to achieve the level of taqwa, to achieve the level of piety and righteousness. And therefore, for the Muslim to become muttaqi, to become righteous and pious. So what is a taqwa? Our scholars, may Allah have mercy on them, defined the taqwa and said, a taqwa is to put a barrier or a shield between you and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is achieved by obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and abstaining from that which he has forbidden. ورمضان أيها الإخوة فرصة للتغيير لمن كان سريع الغضب قليل الصبر. فرمضان مدرسة نتعلم فيها كيف نصبر على الجوع والعطش وكيف نصبر على أذى الناس. أخرج الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني الصيام يحجبك عن النار، جنة يحجبك عن النار، يمنعك من دخول النار. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. Brothers and sisters, Ramadan is an opportunity for us or for the Muslim to change for that which is better. So for those who are impatient and quick to anger, Ramadan is a school during which we learn how to be patient. We learn how to deal with hunger and thirst in Ramadan. And we also learn how to control ourselves when someone transgresses against us. Imam Malik, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, narrated that Abu Huraira radiallahu anhu said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, As-siyam junna. As-siyam, fasting, is indeed a protection, a shield. A shield that protects you from entering hellfire. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا So if anyone of you is fasting, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ Let him not utter obscenities or act in an ignorant manner. وَإِنْ إِمْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ And if anyone fights him or insults him, let him say, إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ I am fasting, I am fasting. This is something that the Muslim should learn how or should practice during the month of Ramadan. وَرَمَضَانَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فُرْصَةٌ لِلتَّغْيِيرِ مِنْ أَخْلَاقِنَا فرصة للتغيير من أخلاقنا فمن جبل على البخل والحقد والحسد فرمضان فرصة للتغيير إلى مكارم الأخلاق وترويض النفس عليها And Ramadan, brothers and sisters, is also an opportunity for us to change our bad morals such as stinginess, envy, hatred, greed. Ramadan is an opportunity for us to change for better, to change to good manners and accustom ourselves to them. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ورمضان فرصة لمن هجر كتاب الله تبارك وتعالى، فرمضان فرصة للعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى حفظاً وتلاوة وتدبراً وعملاً بأحكامه. رمضان فرصة للعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورمضان أيها الإخوة فرصة للتغيير والتخلص من الإدمان، فمن ابتلي بشرب الدخان والمسكرات والمخدرات نسأل الله لنا ولكم السلامة، فرمضان فرصة للإقلاع عن هذه الخبائث والتخلص منها نهائياً. ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب عليك أن تحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أن هذا الموسم موسم خير، فتصدق وأحسن فإن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. Brothers and sisters in Islam, Ramadan is also an opportunity for those who abandon the Quran. Those who abandon Quran throughout the entire year. So Ramadan is an opportunity for them to come back to the Quran. It's an opportunity for them to put time into the Quran by memorizing some of its verses, reciting it, and acting upon its teachings. Imam al-Tirmidhi, may Allah have mercy on him, narrated that Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana." Whoever recites a letter from the book of Allah, he is rewarded with a good deed. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. And one good deed gets tenfold reward. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, listen to this, he said, لا أقول ألف لام ميم حرف. I do not say ألف لام ميم is a letter. No. ألف is a letter, لام is a letter, and ميم is a letter. And Ramadan, brothers and sisters, is an opportunity to give up and abandon bad addictions, such as tobacco, cigarettes, alcoholic beverages, drugs. Very dangerous addictions. So Ramadan is an opportunity for the Muslim, if he is tested with these addictions, is an opportunity for him to abandon these harmful, prohibited addictions. And it is very important for the Muslim to know that in this dunya, he should always work and try to grab that which is beneficial and good for him in this life and in the hereafter. Brothers and sisters, know that this is a month of goodness. It's a blessed month. And I don't want to forget to remind myself and remind all of you to continue supporting the masjid. There was supposed to be someone to talk to you about the projects that we have in ICBR and GSA. But I'm going to talk to you. I'm not a fundraiser, but I'm going to encourage you to support your mosque. So please do not hold back. Give to your mosque.
and give to the school because they need your support in order for us to hold this, mashallah, large number of worshippers. We need money. The masjid needs money. And the best time that the masjid collects the money is in these good seasons. It's an opportunity for the masjid too to collect good funds to run and keep running smoothly throughout the entire year. So please, the boxes are outside. The brothers who are responsible for collecting the money, you know them. So contact them, approach them, and please do not hold back. Support your masjid. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة ولعلها أن تكون ساعة الإجابة أن يجعل لنا لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا اللهم اجعل لنا لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارزقنا حفظه وتلاوته والعمل بأحكامه اللهم ثبته في قلوبنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا اللهم وارحم موتى المسلمين اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما ربنا وألحقنا بعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.